لما نلاقي 5000 حالة جواز عرفي في سنة لازم يبقى لنا وقفة، ولما نلاقي 552,000 حالة جواز عرفي في الجامعات لازم يبقى لنا وقفة، وما نلاقي أكتر من 41,000 طفل غير معروف أنسبهم لازم يبقى لنا وقفة. أعداد تخض وأرقام تخوف، لازم نعرف السبب. معانا أسماء، هندردش مع بعض كده ونعرف حكايتها. ازيك يا أسماء؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. طيب عايزاكي تحكي لي كده كل مراحل حياتك، يعني من وانت صغيره حياتك كانت ازاي؟ كنت موجوده مع والدتي ووالدي، كنا قاعدين عايشين مع بعض مبسوطين لحد ما حصل مشاكل كتير بين والدتي ووالدي. هما الاتنين انفصلوا، بابا راح اتجوز وخلف، ماما برضو راحت اتجوزت وخلفت، ف ما بقاش في حد يقول ده غلط، وما بقاش في حد بيخاف، ما بقاش حد يحاسب. هما اتشغلوا عنك يعني؟ هل مامتك، انت عشتي مع مامتك ولا مع باباكي؟ يعني احنا كنا مشتتين هنا وهنا. انت كنت كام اخت واخ؟ انا ليا اخت وولدين. كنا مشتتين هنا شويه وهنا شويه. مش مرتاحين هنا ومش مرتاحين؟ لا، جوز ماما مش عايزنا وبابا مش عايزين. فده الطبيعي. وبالذات اللي بعد هم ما خلفوا، يعني ماما خلفت وبابا خلف، جابوا غيرنا. طب موقف الاب والام ايه ما لقوا الازواج ومراته يعني جوزها ومراته عايشين حياتهم؟ يعني مش، لا عادي، مش فارقين. ما وقفوش موقف لا مثلا معاهم انهم يتعاملوا معاك كويس؟ لا. قعدت من المدرسه ما كملتش لغايه فين؟ لغايه كنت في ثانويه. يعني انت ابتدتي اولى ثانوي وثانيه ثانوي؟ ثانيه ثانوي. تمام. يعني كان فاضل لك سنة واحدة. وسقطت، ما نجحتش. اتجوزت، يعني اللي هو مفيش حد، انا عايشين لوحدنا، كنا انا واخواتي عايشين لوحدنا. اخين صغيرين، وكانت اختي اتجوزت. يعني في بيت مين بقى يعني؟ عند مين؟ يعني كل واحد راح بيت اتجوز فيه، واحنا في البيت اللي احنا كنا قاعدين فيه زي ما احنا كنا قاعدين فيه. هو في بيت غير بتاع مامتك وباباك؟ اوكي. ماشي. كنا قاعدين مع بعض. كان سنك كام سنة؟ يعني مثلا نقول مثلا 19 15 14. الولاد كانوا اكبر؟ لا، الولاد صغيرين. اصغر يعني؟ انت اكبر واحده؟ لا، ليا اخت كبيره بس دي كانت متجوزه. دي اللي نفذت. مش نفذت قوي برضو. لا يعني سؤال، انت قلتي كان محدش بيوجهك؟ لا، ده يعني ده الاول، احنا الاول قبل ما ينفصل. قبل ما ينفصلوا الكلام ده. مش كنا دايما بنتخانق عايزين ننزل نعيش حياتنا لكن بعد ما انفصلنا، بعد ما انفصلوا وحصل اللي حصل، كل واحد فينا بقى في حته، ممكن نقعد كتير ما نشوفش بعض. كنت بقول يا ريت كنا نرجع تاني زي الاول. وكلكم ما كملتوش تعليمكم ولا انت؟ لا، كلنا كلكم. والولاد برضو صغيرين؟ ما حدش كمل. ما فيش اي اهل قالوا تكملوا اعملوا؟ ما فيش حتى ما لقوكوا خرجتوا من المدارس حتى ما حدش حاول يعني يتكلم؟ كل اللي بيحصل ان هما لما بيتخانقوا مع بعض وبتحصل فيه حاجه وبيتجمعوا هما الاثنين، ده يقول انت السبب وده يقول انت السبب. بيتخانقوا مع بعض بس، محدش بي. طب كانوا يصرفوا عليكوا ولا ما كانش برضه يصرفوا؟ يعني اكل شرب. تمام. لكن تتعلموا ما تتعلموش الموضوع مش مهم. وحاولت انتحر اكتر من مره، لا ما كانش عاجبني. عارفه الانتحار ده ايه حكايته؟ عارفه انه حرام؟ ما هو في عارفه يعني دي كفر مش هزار. ما احنا يعني اطفال. ما ماشي. بعد كده في حد قريبنا اتقدم لي، قلت مش مشكله اني اتجوز عشان ايه الناس ومحدش يقول دخلت وخرجت. وي وي. كان اكبر منك بكتير ولا كان قدك؟ لا، كان اكبر مني بخمس سنين. طب كويس، معقول يعني؟ اتجوزنا وما عملناش فرح، يعني كل حاجه بنت، ما كانش في حد يقول له اعمل بقى، ما كانش فيه. وتقدم لابوكي ولا مامتك؟ لا، كده ولا مامتي. ماما جاتش ومكتب الكتاب. يعني ما جاتش قبل اي حاجه؟ ما اتكلمتش معاه في حاجه؟ لا خالص، ولا بابا حضر. بابا ما حضرش فرح. بابا ما حضرش. ده معترض ولا ما حضرش؟ لا، يعني هو ما حضرش ومش في دماغه. لا مش في دماغه. يعني احنا كتبنا الكتاب ورحنا قعدت مع مامته. بعدين؟ اتجوزت عشان ربنا يكرمني كده، واللي انا يعني اللي انا ما اتعملش معايا انا اعوضه. اعمل بيت وكده. بس ده برضه ما حصلش. لان انا كنت قاعده في بيت مش بيتي. بيت والدته. مش حر. قاعده في اوضه في الشقه مع اخوه وباباه، وكل حاجه في حياتنا التفاصيل البسيطه قوي هما بيدخلوا فيها. حماتك كانت عاملك كويس ولا
اوقات كنت بحس ان هي حنينه جدا واوقات لا، وكان بيضربني، ليه؟ كان بيحب عليا. يعني هو لسه متجوزك صغيرة؟ كنت انت لسه اتجوزتي عندك كام سنة؟ اتجوزت عندي 19 سنة كده. يعني طفلة يعني. بس زي ما تقولي بقى ايه، مفيش حد بيقف، محدش بيقول انت بتعمل ايه. يعني انا مفيش اتجوزت، اهل واقفين وراك. يعني انا الفترة اللي اتجوزتها دي ماما ما دخلتش بيتي الا مرة واحدة، مش زي الناس كده تروح وتشوف بنتها ولا. يعني ما هو حاسس مفيش وراكي ظهر زي ما بالظبط بيقول. كده. وكنت بروح اشتكي لمامته بصراحة، يعني في اوقات كتير كانت بتبقى معايا ماشي. لحد ما المشاكل زادت قوي ما بيننا، بقت تفاصيل، يعني في تفاصيل قوي صغيرة جدا كان بيروح يحكيها ماشي. لمامته. وصحابه، يعني يعني كان ازاي؟ بني ادم غريب لو كان في يحكي تفاصيل علاقتكم مثلا لاصحابه وكان يجي يقول لي كمان. كان لما بيعمل حاجة بروح اشتكي لمامته. في اوقات كتير قوي كانت بتبقى معايا، في اوقات كتير ما كانتش بتبقى ضدي، كانت بتبقى معايا. كنت بستحمل حاجات كتير قوي، ضرب منه ومامته ساعات كانت بتضربني ليه؟ وباباه كان بيشتمني والدنيا كانت يعني، بس انا كنت مستحمله واحده عشان ما عندكش مكان تاني. عشان ماليش مكان. لحد ما يعني عرفت ان انا حامل. في اليوم اللي انا عرفت ان انا حامل فيه، انا سبت البيت ورحت عند ماما، لاني انا نزلت كنت تعبانه، قلت له ان انا حامل ما افرحش، يعني اللي هو عادي مش يعني مش لا عايزه لا عيال ولا ولا شاغل ايه؟ باله. وحماتك ما بسطتش ان انت حامل؟ عاده الجده بتبقى فرحانه يعني. لا عادي، سبت انا البيت ساعتها ورحت عند ماما، ورجعت بعدها كنت حامل في 4 شهور بقى، قعدت اربع قعدتي شهور 4 شهور عند مامتك وارتحتي عند مامتك لا الفتره دي خالص برضه كالعاده. كالعاده. يعني جه خدني ورجعنا تاني، يعني قعدنا كتير على طول. كنت دايما ببقى يعني لو قعدت في البيت مثلا عنده دايما بيبقى متخانقين لو اتصالحنا يوم، لحد ما وصلنا لدرجه بقى وحشه قوي، اللي احنا كنا يعني الناس كلها بتتفرج علينا وان احنا مشاكل وما بنتصالحش الا هو ما بيصالحنيش الا عشان حاجة معينة. بعد كده ممكن في ساعتها يتخانق معايا. لما كنت باجي اطلب منه حاجه مثلا، عايزه اروح عند ماما، عايزه اخده معايا، جوزي يجي معايا كده. لسه بيك متجوزة؟ لا يوافق. بعد كده الصبح مفيش الكلام، انا ما قلتش حاجه. وبعدين؟ بعد كده خلفت، جبت بنوته، وبعدها على طول برضو ولدتها عند ماما. هو ما فرحش معايا ولا مش عارفه، عشان مش عندها عارفه يعني شهر هو مش عايز عيال ولا ايه؟ شبه ما ما عرفتيش وجهة نظره ايه يعني؟ ليه هو كنت ولا هو ساعات بحس ان هو عايل مش راجل يعتمد عليه، لان اصلا ما كانش بيصرف عليا. مامته وبابا اللي كانوا بيصرفوا عليا، واي حاجه كنت بعوزها كنت بقول لمامته. هو ملوش علاقه؟ لا هو ملوش هو علاقه، بيشتغل شويه يعني. بيشتغل بس فلوسه لنفسه. بيشتغل ايه يعني؟ شغال في محل بتاع كماليات، حاجته لنفسه ملوش دعوه بيا. هو وحيد؟ لا ما رحت عند ماما، طلعت حامل تاني قبل حد، يعني على 40 على طول حملت. هو ما كانش عايز الطفل ده، وعملنا مستحيل عشان انزله، خدني وداني الدكتور عشان انزله، وقال لي مش ابني، وقال لي حاجات كتير قوي. ليه يعني ان شاء الله؟ انت عايشه معاه في البيت؟ هو كده، مع اني ما كنتش حتى وانا معاه ما كانش معايا موبايل. يعني ايه اللي خلاه يشك يعني يسيبنا منين هو يعني؟ مش بيشك، هو دماغه، هو دماغه كده. ولا بيغلس يعني؟ وبعد كده لما لقاني خلاص ان انا خلاص جبت اخري وان انا هرفع عليه قضيه فعلا، رجع تاني ومعلش وده كلام وزعل وكده. وبعدين الطفل التاني جاي خلفته برضو، ولا عندي بنت وولد، بس يعني برضو وبرده ما فرحش؟ لا. لا، نفس الليلة ونفس الحكاية. ولدت والأم عند ماما برضو، شاف الولد بعد ما كان عنده 15 يوم، اللي كانت فرحانة بيهم سبتهم بقى قوي، لا طبعا. يعني كانت فرحانة بيهم جدا. يعني انت متجوزة سبتهم حقيقة مش متجوزة الراجل؟ دي حقيقة. يعني انا كنت حاسة ان المسؤولة عليكي يعني كأن ايوه أم تانية كانت موجودة معاكي. بالظبط كده. لا لا لكن هو كراجل لا لا نزول لا مفيش. لا مفيش الكلام ده. بعد كده اخر حاجة انا خلاص ان احنا هنطلق، لان خلاص مش قادرة استحمل. رحت عند ماما سبت له عياله بقى، ورحت عند ماما، جه في نفس اليوم واتطلقنا، نزلت له عن كل حقوق مقابل ان هو يطلقني، بالعادة وساب لي العيال ما خدهمش. ما خدهمش، وما فيش اتفاق حتى رسمي مع محامي او حاجه انه يبقى متولي اتفقنا العيال؟ عند المأذون ان هو ممكن يبعت لهم 200 جنيه كل شهر اللي هيقدر عليهم.
انتين جميل. انا ابني كان تعبان وطلعنا فعلا، قعدت عند ماما شهر يعني. ماما متجوزه برضو وجوزها، وانا وهو ما كانش في فينا عيالين بقى مش لوحدك، بالظبط كده. دي كمان مع عيالك. وكل اللي كان بيقول لا ودي ارميهم لابوه، ما تاخديهمش، هتاخديهم ليه؟ هتربيهم ليه؟ ما هما في الاخر هيرجعوا له تاني. بس ابني كان بيرضع، كان صعب عليا قوي. اشتغلت في كوافير، وكنت باخد عيالي معايا، وكان بيروحوا معايا ده عيال اتبهدلت. جدا يعني، بهدلوا قوي. كان عندهم كام سنة؟ كان لسه مصطفى عنده حوالي 3 شهور، ومنى كانتش لسه كملت سنة. تاخديهم الكوافير معاكي باخدهم معايا، كنت جايبه له سرير صغير كده بنيمه عليه، وكنت بشتغل. كويس ان الكوافير وافق. كان حد جرب وكان عارف الدنيا وكده يعني. بعدين عامل لهم اوضه كده بيلعبوا مع طب يقعدوا فيها. وجدتهم ما تولدتهمش؟ لا ما ما حدش صرفتش كان عليهم؟ بيسأل خالص. حتى جدتهم لا اللي هي كانت روحها فيهم؟ ستهم كانت مشغوله مع بنت بنتها اللي لسه موجوده برضو، فالدنيا ما كانت، لجأتلهاش؟ هي ما كانتش موجوده اصلا في القاهره كلها، هي كانت مسافره، مسافر لبنتها وترجع. وهي كمان عندها مشاكل. وبعدين بعد مرحلة الكوافير يعني جات لي واحده وقالت لي ان في حد ممكن ان هي تجيب لي شغل يعني. المهم مع العرض ليها، ما انا خفت شغل ايه؟ ان انا اشتغل في نايت. انا اشتغل في نايت اشتغل في نايت مكتب؟ اشتغل ايه؟ رقص. ده جت منين دي؟ يعني جت كده فجأة؟ هي وعلى فكره ما كانش باين عليها خالص يعني ان هي كده. طبعا طبعا. بعد كده بعدها بفترة جات لي تاني وقالت لي ان في حد معجب بيا وعايز يتجوزني، هيتجوزني عرفي وهيديني 10,000 جنيه وهيقعد معايا اسبوع وهيسيبني وامشي. يعني ايه مش فاهم؟ جواز عرفي اسبوع؟ ده محدد المدة؟ مدة. هذا شغال، الله ينور الست يعني. الاول ما وافقتش، بس حصل وافقتي عشان الظروف والكوافير ما كانش بتسالي منه؟ لا ما يقدرش يفتح لك بيت. انا ابني كان تعبان، ماله؟ كان هو بيتولد يعني حصله نزيف في تاني المخ. في المخ دي شدوه؟ خارجي. لا اتشد من غير غلط ولا؟ اتشد غلط، فكان تعبان، كان محتاج علاج. فكان محتاج. وبنت طب انت كمان مصاريفهم الاتنين يعني كانت ميزانية، يعني 200 جنيه ميزانية يعني. لا 200 جنيه ايه يا ماما؟ يعني ده انت جبت بامبرز لها اللبن بتاع الاطفال؟ والاتنين على فكرة كانوا بيشربوا لبن صناعي، يعني بتلاقيها كانت ب50 جنيه. طيب يعني 200 جنيه ميزانية دي خلصت في يومين؟ ولا في اصلا، هما مش هجيب. فانا وافقت واتجوزت، والموضوع بقى يعني حلو. وهو لما كان بيسافر كان يعني في حد كان ممكن يبعت لي فلوس بعد ما يمشي، وفي حد لا. اتجوزت 3 مرات، اتجوزت 3 مرات، اتجوزت 3 مرات بالطريقة دي بالطريقة دي. أسبوع؟ اسبوع 10 ايام. يعني أنتي واحد لا تعرفيه ولا بتحبيه ولا بينك وبينه أي يعني مفيش، ما قابلتوش حتى، ده أنتي ده هتتجوزي أسبوع ويمشي. احكي لي أنتي كنتي حاسة بإيه ساعتها؟ كنت ببقى قرفانة أوي حاسة بإهانة طبعا. طبعا. وكنت يعني كنت كل ما ده، أنا ما بعرفش أكره، بس كنت كل ما ده بأسى على أهلي. كل ما ده كنت بأسى. لا وهم عارفين، عارفين أنا مين اللي بعمل إيه، عارفين؟ عارفين. لا لا عارفين أنا بعمل إيه. مامتك وباباكي كل واحد، عارفين محدش تتجوزي أسبوع؟ وأبوكي اللي كان بيقولك ما تلبسيش لا سابك وما فكرش يساعدك وقالك بلاش ولا حد تعملي فكر كده يسأل عليا؟ وأنا هساعدك مثلا؟ لا لا مفيش كده، مفيش. سابك عشان يخلص منك ومن عيالك؟ خلاص محدش بيسأل. وبعد كده عملت ايه؟ خدت شقة وقعدت فيها انا وعيالي، كنت جايبه لهم واحدة تقعد معاهم. وفعلا اشتغلت في نايت كلاب. اشتغلت الأصل؟ وعايزة اقول لك على حاجة كمان، انا باباهم عارف، وانا يعني لما جه قال لي ارجعك وكده قلت له انا عملت كذا 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 كذا، عايز ترجعني؟ قال لك ايه؟ قلت له انت قبل كده كنت بتشتمني وتقول لي يلي 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 يلي، دلوقتي بعد ما اللي انت وكانش كل ده بيحصل، دلوقتي بعد ما كل ده حصل انت عايز نرجع لك؟ بقى متخانق معايا تقول لي ايه؟ هتقول لي ما كنت رجعتي احسن من الطرق. ما كانش يعني انا عارفه ان طلقته طبعا وعملته، هل ما اشترطتيش عليه؟ مش موضوع بقى معامله في الوقت ده، موضوع ان انا رحت شفت غيره وقلت في حضن حد ليه. ماشي، هو انا الموضوع بكلمك كده في نقطه منطق. يعني انا مش، انا لسه ما اتكلمتش في الحته دي، هعمل لها كاني ما سمعتهاش. خلاص، اما ابو عيالك حب يرجعك
وانت يعني وما اشترطتيش على، يعني انت اصلا كنت عايشه في بيت امه ما كانتش وحشه معاكي، يعني الدنيا كانت معديه، مش احسن يعني كان رجوعك لي مش كان اهون عليكي وعلى كرامتك وعلى ولادك من انك تتعرضي للي بتتعرضي له ده؟ ما يعني هو طلب التعرضات اللي متأخر، بتتعرضيها دي فظيعه. ما هو طلب متأخر، كان متأخر. ما قدرتيش تيجي على نفسك؟ مش احسن من الرقصه قدام الناس؟ وانا ما بقى الفن ده فن، بص، انا هي دي بتكلم اهانة فيه ودي بس اهانة. اكتر. لا بس اهون يبقى جوزك رسمي قدام الناس وقولي لعيالك في مستقبلهم لما يكبروا ان على الاقل ابوهم معاهم، بس لو كان يعدل مع عمك بيتي. انا ما انا بقولش جوزي ده برضه ان كان هو بيسوق يعاملك وحش. سمعتي، انا جوزي ده كان بيسوق سمعتي. جوزي ده لما اتجوزني قال لهم انا لما اتجوزتها ما كانتش بنت، اتجوزتها ما كانتش بنت، ما كانتش بنت. جوزي ده يعني اللي بحكوا لك ده قليل طب قوي. وده انت كان حصل ولا كان لا كده؟ ما كانش حصل يعني، هم قال كده لاختي، واختي كلمتني والدنيا باظت، مامته قالت لها لا ما حصلش. طب سؤال، مرحلة الرأس دي خدت قد ايه؟ يعني نقول 6 شهور. ما قدرتيش تكملي ولا ايه اللي حصل؟ لا ربنا كرمني بحد، يعني ربنا يا رب يستره. جوزتي عارفي، برضه؟ بس في فرق بقى. اول حاجة هو مش كبير، تاني حاجة مفيش حاجة قبل ما اطلب الحياة بتبقى عندي، بحب ولادي جدا. طب الحمد لله. و بس ليه عرف؟ ظروفه كده. اتجوز؟ لا طب عشان ليه؟ كده ما ينفعش يقول لأهله ان هو هيتجوز واحدة مخلفة قبل كده و... وعارفها من نايت اه كلاب. لكن هو مش مقصر. مش حكاية مش مقصر، ما هو انت وضعك برضه مش عارفة اقولك ايه بصراحة. ما هو هسيبه، لا هضغط عليه اقول له لازم تتجوز، هيبعد هيسيبني. طب ليه انا كده يعني كويسه دلوقتي؟ بطلتي انا اي ما حاجة بنزلش من تانية بيتي. لا لا لا، خالص؟ ما اه بنزلش من بيتي، ما بنزلش من بيتي. بس ما فيش امل ان يتجوزك مثلا؟ هو الامل في ربنا. حاولتي معاه؟ حاولت، بيقولي مش دلوقتي. يعني حاططها في دماغك؟ بس مش دلوقتي. يعني في بينكم قصة حب يعني؟ وعايز اقولك ان انا اول مره في حياتي احس يعني ايه حب، واحس يعني ايه امان بيعملك كويس؟ جدا. انا يعني في فرق بقى بين احمد ابو ولادي وبين بني ادم ده. يعني احمد كان ممكن اي حد يهني، ممكن واحد صاحبه واحنا قاعدين يهني بكلام. محمد محدش يقدر يرفع عينه فيه، راجل ياكله بس الحلو ما يكملش. بالظبط كده. يعني كان نفسي تبقى جوازة رسمية، كانت بالنسبة لك يعني أفضل طبعا. بصي لكن أقول لك أنا موضوعك محيرني، يعني أنا مش عارفة بصراحة، أول مرة أسمع حكاية أنا مش عارفة أقول رأيي فيها. يعني أقول أنت غلط، أقول لأ طب ما انا أنت كان عارفه في انا طرق غلط. تانية أوحش فده أحسن الوحش. وفي نفس الوقت أنا ما بحبش الجواز العرفي، يعني أنا ضده تماما. لكن أقول مش عارفة، وقفتيني في حالة أنا حقيقي مش عارفة أقول لك رأيي، يعني مش عارفة أقول لك إيه. بس يعني أنا كنت مش حابة إنك كانت الفترة دي تمر في حياتك. انا ما كنتش يعني حابه بصي كده. أنا دايما أقول لو هاكلها بدقة، لو أشتغل في محل، لو أشتغل في بيت، واخدة بالك؟ أنا عارفة إن كل الحاجات دي، بس إهانة ده أهون كتير من إهانتي إن أنا أتجوز أسبوع. أنا مش على فكرة مش بهاجمك، وانا ما بحبش اهاجم حد، لان كل واحد في ظروفه. إيه ما اقدرش انا ابقى مكانك، يعني انا مش مكانك عشان اقدر اقول، فهماني؟ انا بس بقول لك او اللي بيسمعني يبقى دايما يبقى عارف ان دي ساعات دي نتائج مش حلوه. يعني انت ربنا في الاخر يعني سترك ستر، وربنا يكمله لك على خير انه يبقى رسمي ان يا شاء الله. رب. لكن انا بتكلم في ان غيرك ممكن رجله تيجي في حتت خطيره. فالسكه دي سكه فيها فلوس بس ما فيهاش كرامه، وفيها اهانه، وفيها زي انت بتقولي كنت بقرا في لا نفسي، يعني وفيها حاجات كتير فيها قوي. حاجات رهيبه. ما انا ده اللي انا عايزه اقوله، ان انا كان ممكن ابيع في محل، ممكن اشتغل في بيت، اعمل اي حاجه وما اوصلش لده. يعني اصل بصي انا دايما اقول الواحد لو يمشي بالحلال ايا كان الحلال ده، حتى لو كان انا عمري ما اقول على حد لو بيكنس في الشارع ماشي، اقول ده راجل بيشتغل بالحلال ورزقه حلال. فانا ما عنديش حته ان هو بيشتغل ايه، ما دام بيشتغل في الحلال ورزقه ربنا راضي عنه يبقى ربنا هيكرمه، لو ب 10 جنيه هيكرمه، واخد بالك؟ تمام.
فده انا دي وجهة نظري، يعني بقول ان كان الفترة دي كنت حابة انها ما تبقاش في حياتك، يعني كنت حباها انا صراحة، كنت حابة والله. يعني ما كانش يبقى فيه سهولة في الحكاية قوي كده، يعني يبقى ما تبقى، انا عارفة ان ساعات الظروف بتتحط، انا بحط نفسي مكانك برضو، ان انا اتحط في ظروف ولادي جعانين ما فيش علاج عارفة اعالجه، محطوطة في الوضع ده. مع احترامي لحضرتك، انت حتى لو حطيتي نفسك مكاني عمرك ما هتبقي مكاني، ومش هتتخيلي اللي انا بحكيهولك ده ما يجيش حاجة. انا عارفة، انا عايزة اقول حاجة بقى، نفسي اقول ان البلد يعني الحكومة عندنا تعمل مكتب اجتماعي، مكتب اي حاجة، معرفش بشكل قانوني الام اللي تبقى عندها ولاد والزوج باع الليلة وشال دماغه، يبقى على الاقل يعملوا لها، ما بقولش يعني يدوها فلوس، لا يشغلوها في حتة تكسب منها كويس. لا بس حضرتك برضو احنا مش هنلوم على الام بس، لا يعني انا انا ملومش عليك انا خالص، لا مش هنلوم على الاب بس، انا الوم على اهلك كمان. ماشي. لا وانا برضو بلوم نفسي، ماشي ممكن لو كنت استحملت شويه ما كانش حصل كل ده، بس صدقيني انا وصلت لدرجه هو اللي وصلني كده، هو اللي وصلني ان انا خلاص ان انا اكره ان انا يعني. لا هو مش بس كده، بصي يعني انا عايزه اقول لك حاجه، انت موضوعك بادئ من الاول ودي هنقعد بقى نتكلم فيه غلط برواقه اكتر، لكن الام والاب هما الكارثه السوداء بالظبط. صراحه. يعني انا ما اعترفش ان ام واب يروحوا يتجوزوا كل واحد يعيش حياته والعيال دول كانوا ما جوش، يعني بصراحه طريقه يعني، وانا الوم الاب اكتر من الام، لان هو الراجل هو المسؤول، هو رب الاسره، لا ما ينفعش يسيب عيال. لا بصي يعني مش ما بلومش الام، خلي بالك، لا انا بلوم الاثنين، لكن انا بلوم الاب الراجل اللي شايف بنت عنده ممكن تتعرض لايه وشاري دماغه، فدي طبعا لوحدها يعني كارثه طب انا هقول حقيقه لك يعني. على حاجه بسيطه، جده العيله اللي هي حماتي الاول، حماتي الست دي انا بحترمها جدا، لان جوزها كان يعني بابايا ما كانش يجي، يعني بابايا كان بالنسبه له يعني ديكتاتور وبيشتغل وبيصرف علينا قبل ما جوزها ده ما كانش معتبرني مش موجود من زمان، وهي اللي كانت بتشتغل زي انت ما قلت كده، ما انا مش فاهمه ايه المنطق الجديد ده، انا مش فاهمه صراحه، هي كانت بتشتغل يعني بصراحه. المنطق بص وصل لايه، بس عايزه اقول لك، ما ده اللي انا عايزه اقوله، المنطق ده ان الراجل ما يبقاش راجل في بيته، وان الست تبقى بصر نفسها اكتر من عيالها، وصل الاولاد لايه؟ طب اخواتك وصلوا لايه؟ ممكن اعرف الحته دي بس قبل ما نقفل؟ اي واحد بيشتغل في مصنع، طب يعني اشتغل يعني اشتغل مثلا يوم و10، لا عادي يعني. بس ماشي في طريق كويس، يعني مفيش حد فيهم راح لا كده غلط، كل واحد فيهم صاحب ناس يعني ما ينفعش، بس برضه مفيش حد بيسمع يعني. دلوقتي بقى الاب والام ازاي يعني بيناموا؟ يعني انا اعرف ان الام بتبقى ما بت يعني معروف الام يعني ما تقدرش تنام غير ما تغطي ولادها، ما تاخدهم في حضنها، ما تعرف كلوا ولا ما كلوش، شربوا ما شربوش، دي الحاجات البدائيه، ما بتكلمش بقى في الاكبر. والاب ازاي المسؤول الراجل اللي يبقى مفروض ان هو رب الاسره، ازاي يضحي بعيال؟ طب جبتهم ليه؟ جبتهم ليه وانت عايز تضحي بيهم؟ انا بقول بجد الراجل اللي مش هيبقى مسؤول ويبقى واخد باله من بيته، والام اللي مش تبقى ام بجد، بلاش يتجوزوا احسن. اسماء او غير اسماء، فاحنا عندنا يعني اكيد اعداد زي ما انا قلت في المقدمه كده اعداد مهوله، اكيد كل اللي هيتجوز بالطريقه دي او هيمشي في الطريق ده او هيغلط اكيد وراه حاجه، وراه قصه، وراه اهل. فيا ريت نفوق، والام والاب اللي شايفين نفسهم رموا عيالهم وناسينهم يعرفوا ان ده مصير ولادهم. انا بشكرك يا اسماء جدا، وبشكرك على شجاعتك انك جيتي واتكلمتي، بس انت على فكره عايزه اقول لك اللي بتعمليه ده مش بس ليكي، انت بتوري تجربتك لناس كتير ممكن تبقى حريصه انها يعني لما تسمع قصتك تخاف، يعني تبقى حريصه انها ما تغلطش. حضرتك انا جيت هنا عشان اقول بجد لكل ام بجد وكل اب ان هم حتى لو مش انفصلوا، لو هم بس عينهم غمضت في حاجه كتير ممكن تحصل. عند بصي في فترة مراهقة بتحصل للأولاد، فطبيعي أنت لو غمضتي فعلا عن أي طفل أو بنت أو ولد فترة المراهقة كارثة سودة أصلا. لكن أنا عايزة أقول لك أنا بشكرك على شجاعتك، وربنا يوفقك ويهدي لك الراجل اللي هو أنت مرتبطة بيه، يا رب تكمل على خير عشان أنا أفرح، ويا ريت تفرحيني إن أنتوا كتبتوا كتاب، يا رب.
وانا بناديه بقول له انت راجل هايل في حاجات كتير عامله معاها، عملت معاها مواقف كويسه قوي، فيا ريت تكمل جميلك.